بالنسبة لهذا الجهاز وهو جهاز مستورد من إيطاليا وهو خاص لذوي الاحتياجات الخاصة، أنه تسهل على الشخص المعاق أنه بالكروسة ديالو أنه يطلع في الآلة ويطلع الدروج، أو لا الشخص اللي ما تقدرش يطلع الدروج، رجل كبير مرأة كبيرة اللي ما تقدرش يطلع الدروج. بالنسبة لهذه الرافعة وهي تساعد الناس المعاقين أنهم يطلعوا الطبق الأول أو الطبق الثاني بدون عناء. الناس المعاقين اللي تنقولوا أنه سواء أنه بالكروسة ديالو أو لا الناس الكبار اللي ما تقدروش يطلعوا الدروج. ألا هي جد متطورة أنها تخدم غير بطاريات اللي تتشارجوا كل 4 أيام، وأنها تقدر تهز جوج الأشخاص أو شخص بالكروسة ديالو ومعه شخص واحد آخر، والوزن الماكسيموم اللي تقدر تهز وهو 250 كيلو. بالنسبة للمانتونس ديالها وهي عادية بحال الرافعة لاسونسور، فيها دي توش براي، دي توش براي ان اللي ما تيشوفش يقدر يستعملها. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.